السلام عليكم. الله يعطيك العافيه اخوي. اخوي ايش عم تسوي؟ ايش عم تقول له هون؟ والله يا اخي فتحنا مستودعات مؤسسه ثانيه للقوات الغذائيه. اكتشفنا انه في دبس بندوره عام 1997 يعني شلون بنضل مخبين النظام القدس فيها بجميع وزع للشعب. لو وزع للشعب ما كان عالم وقفت على الدوره وما كان عالم ضامن. صار لها 1997 يعني صار لها تقريبا 17 سنة من التيمة عم شيله من كبه بطفر الموجه كان سنين بالثورة فتحناها حتى شو هالشيء حرام هاي الدرس يعني بالأطوان هاي ما يوحدة تنتين حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الله يعطيك العافية يا اخوي.